كارمن بيس نجمة مسلسل عروس بيروت تشارك في مهرجان الجونة 2019 والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث من المقرر أن تبدأ فعالياته يوم 19 وحتى 27 سبتمبر. فبعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة كارمن بيس بدورها في مسلسل عروس بيروت مع الفنان ظهر العابدين والذي يعرض حاليا عبر شاشة MBC، تعود كارمن إلى مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. وتداول جمهور الفنانة اللبنانية العديد من الصور لها خلال تواجدها في مدينة الجونة في أثناء حضورها فعاليات الدورة الماضية برفقة عدد من النجمات، وهن ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وسار عبد الرحمن وأروى جودة ومي عمر. ومن المنتظر أن تشارك كارمن في فعاليات الدورة الثالثة كما فعلت العام الماضي، حيث كانت محل ترحيب كل الحضور، خاصة وأنها كانت لا زالت تحتفل بنجاحها في مسلسل ليالي أوجيني الذي عرض في رمضان 2018. والجدير بالذكر أن كارمن بيس بادت محل اهتمام الجمهور المتابع لمسلسل عروس بيروت بسبب أدائها والحالة الرومانسية الموجودة في العمل بينها وبين الفنان التونسي ظافر العابدين.